السلام عليكم. ان شاء الله النهارده هنعمل البيتزا. المقادير اللي معايا عباره عن نص كيلو دقيق مخبوزات جميع الاغراض، عليه معلقه كبيره خميره فوريه، لو موجوده الخميره التانية عاديه برضو ممكن مكعب صغير، ومعلقه صغيره بيكنج باودر، رشه ملح، ونص معلقه صغيره سكر. السكر طبعا عشان الخميره. بحطهم كلهم كده على بعض على الناشف، وبعدين باخدها تقريبا، بسم الله الرحمن الرحيم، معايا طبعا الميه دافيه عشان العجن، وزيت وبيضه. البيضه دي بتطرير العجينه، لو انتي مش عاوزه تضيف البيضه ممكن تحطي بدلها معلقه زبادي كبيره، او تحطي معلقه لبن بودره. الزبادي او اللبن البودره بيخليها طريه وما تنشفش مني. يعني طبعا انا عملت البيتزا كتير قوي قوي وما كنتش بضيف بيضه ولا لبن ولا لبن بودره ولا معلقه زبادي، فكانت بتنشف مني شويه. يعني ادي البيضه اهي، هربها كده الاول، بسم الله الرحمن الرحيم، اضيفها كده اهي. نبتدي بقى، بسم الله الرحمن الرحيم، نبتدي نضيف الميه الدافيه اهي، والزيت طبعا اهي، بسم الله الرحمن الرحيم، معلقتين زيت، ادي واحد ادي اتنين، هعجنها كويس قوي 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 طبعا اهي، لغايه ما ادي ايديا يختفي تماما، وبعد كده باذن الله انا هوريكي شكلها لما اعجنها ان شاء الله. ده شكل العجينه بعد ما لميتها طبعا من الدقيق، اختفى تماما، وقعدت ادعك فيها طبعا لمده 10 دقائق. هسيبها ان شاء الله في مكان دافي واغطيها واسيبها تخمر لمده ربع ساعه. طبعا في حاله ان الجو بيكون حر طبعا هي ابتدت تخمر فعلا معايا لان الجو حر، فان شاء الله انا هسيبها قيمه ربع ساعه كده واغطيها، وباذن الله ان شاء الله هشكلها واوريكي شكلها باذن الله. ده شكل العجينة اهي بعد ما خمرت معايا. قسمت النص كيلو على 3 قطع يكونوا ايه متساويين، او مثلا لو انت حابة واحدة كبيرة 2 صغيرين، وممكن تقسموا نص كيلو برضو على 4. على الرخامة بقى بإذن الله هنرش رش الدقيق كده، بسم الله الرحمن الرحيم، هبتدي بقى افرد فيها اهي، ما شاء الله خمرانة كويس قوي، ورش الدقيق برضو بسيطة عليها كده من فوق الوش عشان ما تلزقش معايا، بسم الله الرحمن الرحيم، ابتدي افرد فيها كده، هي عشان ما شاء الله خمرانه كويس هتفرد معاكي كويس قوي، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله. ممكن اخدها على ايدي برضو اعملها كده، نفض بقى الدقيق الزياده ده اهو، هي ما شاء الله فردت معايا كويس قوي، مش محتاجه حتى ان انا افردها بالشابه، اهي هجيب بقى صينيه ادهنها زيت عشان برضو ما تلزقش معايا اهي، اجيبها كده بسم الله الرحمن الرحيم، انفض الدقيق بقى طبعا من عليها ده عشان ما يحرقش، بسم الله، احطها كده اهي، لو زادت معايا حتى الاطراف ممكن ايه نعمل لها كده ايه حرف اهي، مفيش اي مشاكل اهي. طبعا لو صينيه بيتزا تبقى حلوه قوي، غير بس ان الصينيه دي عاديه اهي، برضو ممكن نعمل لها حرف عادي خالص زي صينية البيتزا اهي. انا كده ظبطتها، بعد كده بسم الله الرحمن الرحيم بجيب شوكة واقوم ايه عشان ما تعلاش معايا قوي يعني في الفرن. طبعا انا مشغلة الفرن على درجة حرارة 200، مش عايزاه عالي قوي عشان ادي الفرصة للعجين يستوي. طبعا انا الحشوة معايا مستوية تماما. طبعا بالنسبة للحشوة اللي انت حباها بقى، اي حشوة، حشوة جبن، حشوة خضار، حشوة مفروم، فراخ، الحشوة اللي معايا دي سجق، ده سجق انا قطعته طبعا قطع اهو،
حطيت عليه، خدته تشويحه كده، بصلايه فلفل رومي طماطمايه، وبعد ما طفيت عليه ضفت له زيتون اسمر او اخضر زي ما تحبي اي حشوه. وعندي جبن اهي، دي جبنه شيدر وجبنه رومي، لو في طبعا موتزاريلا ممكن، بس هي طبعا مش متوفره عندي، فاي نوع جبنه انت بتفضليه تحطيه عليها. يعني نقول بسم الله الرحمن الرحيم اهي، ما بكترش قوي من الحشوه، بسم الله اوزعها عليها كده. ممكن تعمليها بالجبن تبقى حلوه قوي برده، البيتزا اللي بالجبن دي. بسم الله الرحمن الرحيم. في حال بقى فاض معاكي عجين مثلا وانتي مش عايزه تعمليه، هتحطيه في كيس ثلاجه وتحتفظي بيها في الفريزر، ما بيجرالهاش اي حاجه، بحطها بس في مكان ما يكونش طايله ميه مثلا، تلج بيسيح او حاجه، عشان العجينه ما تبص معايا. بعد كده بحتفظ بيها في الفريزر، بتقعد معايا ممكن تقعد معايا اسبوعين، في حاله لما عاوز بقى اعملها بخرجها، بسيبها تفك خالص، وبعد كده طبعا بطلعها، هتلاقيها حتى لسه بتخمر معاكي كانك عاملاها من اول وجديد. بتبقى طبعا هي متلجه شويه، فتسيبيها لما بتفك خالص وتفرديها طبعا بايه، بالدقيق. هحط الجبنه، بسم الله الرحمن الرحيم، جبنه زي ما بتحبي بقى، جبنه قليل جبنه كتير زي ما بتحبي. الحاجات دي طبعا كلها حسب ايه، حسب الاذواق وحسب ايه رغبتك، مثلا يعني في الجبنه تحبيها كبيره كتيره قليله. طبعا دي هسيبها ترتاح لمده 10 دقائق، بعد كده باذن الله هحطها في الفرن، وبعد ما تستوي انا هوريكي شكلها باذن الله. ده الشكل النهائي للبيتزا، هي تقريبا قعدت في الفرن 20 دقيقه تلت ساعه يعني. اتغير طبعا لونها من فوق، وطبعا بصيت عليها برضو من تحت لقيتها طبعا استوت. اتمنى يا رب ان شاء الله تكون الوصفة دي سهلة ومبسطة، وبإذن الله تجربيها.